جديدة والمزيد من التفاصيل حول تطورات مشهد التظاهرات في ساحة التحرير وكذلك جسر السلك. ينضم معنا مراسلنا محمد سعد. بداية محمد، أهلا بك في هذه النشرة. يعني أفاد مراسلون وشبكة مراسلة رشيد بتسجيل 60 حالة اختناق من جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل الدموع في جسر السلك. هل لك أن تصف لنا الأوضاع لديك حتى هذه اللحظة في ظل ارتفاع حدة المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية؟ بعد وصول المتظاهرين إلى جسر السنك وجسر الأحرار وجسر الشهداء، ووصلوا أيضا قبل أيام إلى جسر مدينة الطب، اليوم القوات الأمنية قلقة من هذا التحرك للمتظاهرين وانتشارهم بهذه السرعة، لذلك قامت بإطلاق المسيل للدموع وأبعاد المتظاهرين عن الساحات المحيطة بالجسور في وسط بغداد، وحاولت حصرهم في ساحة التحرير فقط، حتى أن جسر الجمهورية لم يشهد كعادته منذ انطلاق التظاهرات صدامات أو استخدام للمسيل للدموع، على اعتبار أن المتظاهرين وصلوا إلى الجسور الأخرى. وفعلا بعد أن نجحوا بعبور جسر الأحرار كان هذا إنذار للقوات الأمنية، لذلك اليوم هاجمت المتظاهرين الموجودين في ساحة الخلاني وأبعدتهم إلى ساحة التحرير من خلال المسيل للدموع حتى تحافظ على الجسور وحركتها وسط بغداد، على اعتبار أنهم وصلوا إلى منطقة البورصة في شارع الرشيد، وهذه الحركة هناك هي تجارية ومالية وتسببت في ارتفاع أسعار صرف الدولار. لذلك اليوم في ساحة التحرير التظاهرات منحصرة فقط في الساحة، ويعني هناك نية حكومية بحسب ناشطين أن تفضل اعتصامات حتى في ساحة التحرير لكن تباعا. طيب، هذه التطورات المتسارعة محمد، يعني هل لك أن تصف لنا حصيلة الصدامات بين القوات الأمنية وكذلك المتظاهرين؟ الحصيلة الصدامات في ارتفاع، وهناك جرحى وهناك حالات اختناق سجلتها مستشفيات بغداد القريبة من موقع الحدث. هذه الارتفاع الحصيلة تراقبه مفوضية حقوق الإنسان وتصدر بيان لها، وكذلك تراقبها الأمم المتحدة. هناك اهتمام دولي بارتفاع الحصيلة في كل يوم جمعة تحذر المرجعية من استهداف المتظاهرين، لكن الجرحى في تزايد وأعداد الشهداء أيضا في تزايد، لذلك الوضع الإنساني غير مطمئن في العراق، والقلق الدولي هو يحدث لأول مرة في يختص بالتظاهرات. في التظاهرات الأخرى لم تهتم الأمم المتحدة بتظاهرات الدول الأخرى، ولكنها تهتم بالتظاهرات العراقية وكذلك مجلس الأمن الدولي لتسجيل حالات عنف قوية في البلاد. طيب، بعد عودة خدمة الانترنت محمد في معظم مناطق العاصمة بغداد، يعني هل لك أن تصف لنا هل فعلا تم عودة خدمة الانترنت وأنت متواجد الآن في ساحة التحرير؟ نعم، عادت خدمة الانترنت لكن ليست بشكلها الطبيعي جدا، وهذا يعني وصفه بعض المراقبين والناشطين بأنه تخبط حكومي بقطع الانترنت تارة وإرجاعه تارة أخرى. الحكومة تحاول أن تعيد الحياة إلى طبيعتها كما كانت وكما تريد، ولكن التظاهرات مستمرة. محاولة قطع الانترنت يعتقد الكثيرون أنها كانت محاولة لفض الاعتصامات ومنع تداول مقاطع الفيديو التي تحدث عندما يطلق المسيل للدموع، على اعتبار أن هناك أخطاء تحدث عندما يطلق المسيل للدموع إذ يتسبب بحالة وفيات كثيرة، ومنعا لتداول مقاطع الفيديو وكذلك منعا لتداول التظاهرات وتغطيتها بشكلها الطبيعي قطعت الانترنت. عودة الانترنت من جديد ربما سيحيي النشاط التغطيات من جديد للمتظاهرين، ولكن بالتالي انقطاعه او عدمه يعني لا يؤثر على وجودهم في ساحة التحرير. نعم محمد، حدثنا محمد سعد مراسلنا من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في هذه النشرة. شكرا جزيلا لك.